كل بيقول قدوس طبعاً مفيش زيه مفيش فروعيته مفيش في جماله مفيش في بهائه بس مين يدرك إلا اللي, اللي اختبر مين يشهد إلا اللي داء مين يخبر إلا اللي عايز يعلن أنت الطريق أنت الحق أنت الحياة على فكرة الطريق هنا كلمة مجردة زي بالضبط الحق ما كلمة مجردة زي ما الحياة كلمة مجردة ما ينفعش نرسمها تترسمش لكنها تتعاش الحق ما ينفعش ترسم له رمز ولا الحياة ينفع ترسم لها رمز كمان الطريق ما ينفعش ترسم له رمز هو الهداية هو الاهتداء هو معنى الحياة يلا نقول له فيك ما أرجو وأكثر أنت للمن الذي يشبع قلبي لا يجوع القلب حاشا حبك النهر الذي يرويني ربي نفسي لا تحتار عطشا فيك ما أرجوك أكثر أنت للنعماء مصدر أنت للنعماء مصدر أنت للراعي الذي يرعى وجودي لا يخاف القلب وحشا أنت لي وفيك كل جودي من عدايا لست أخشى فيك ما أرجو أكثر أنت لي مصدر أنت فيك كل الكفايه، فيك لي يا سيدي كل الكفايه، انت يا ربي يسوعي، فيك لي يا منقذي كل الحمايه، انت يا رأس الرفيع فيك ما ارجوك نعماء مصدر أنت للنعماء مصدر أنت في العرش لأجلي يا شفيعي تضمن كل حياتي فيك كل حاجتي ربي يسوعي يا معين بل ثباتي ما أرجو أكثر أنت للنعماء مصدر أنت للنعماء مصدر أي شكر أي شكر يا حبيبي في ديني يا إلهي كيف أشكر اي حمد اشدك يوديك مني ما مكان انت اكبر فيك ما ارجو اكثر انت للنعماء مصدر انت للنعماء مصدر يلا نقول التانية اللي اتعلمناها امبارح بقلوب فرحانة بنعلي غنانا الاسم اللي فدانا نرفع تسبيح أي شكر يوفي ديني مفيش حاجة توفيك يبقى مشكرش ولا عبر عن كل ما أستطيعه ويبقى لسه باقي كمان شكر ما فرحش ولا لا أفرح من كل قلبي تتميما للكلام افرحوا في كل حين ولا ما اسمعش أقول لك مرة تاني إيه افرحوا وعبر عن فرحي بالرب أعمل ولا ما أعملش أقدم ولا ما أقدمش مهما قدمت مش كفاية ما أقدمش ولا أقدم أقدم وأعلن عن تقديمي بفرح إن أنا بقدم للرب بقلوب فرحانة بنعلي غنانا لاسم اللي فدانا نرفع تسبيح هاتوا الأوطار عضو مزمار غنوا الأشعار لاسم المسيح قولوا يا قولوا هللويا يا هللويا يا 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 لاسم المسيح هللويا يا لاسم المسيح هللويا يا ندخل لحجاله نشبع بجماله ندي لجلاله أحلى الأناشيد يملانا نوره يغمرنا سرور ونهتف في حضوره حمد وتمجيد قولوا هللو يا قولوا هللويا يا هللو يا الليلو يا الليلو يا, يا, يا حمد وتمجيد هللو يا حمد وتمجيد هللويا مفيش زيه مين زي إلهنا لمقامه رفعنا ومعه أجلسنا في السماويات بقى هو فرحنا وهدف أهدافنا ومع بعيوننا بنشوف آيات قولوا هللويا هللويا قول هلللويا، هللويا يا هللويا يا آيات، هللويا، هللويا، هللويا لاسم المسيح، هللويا حمد وتمجيد صباح الخير. سعداء جدا نكون مع بعض في موضوع هام وهو موضوع الكنيسه. وكما سمعنا بالامس اغلى شيء على قلب الرب في هذا العالم هي الكنيسه. اثمن مشروع عمل الله وهو المشروع الباقي الى الابد هو الكنيسه. يد الله صنعت الخليقه. والخليقة التي صنعها الله في يوم من الأيام ستنتهي ففي يوم قادم بنهاية يوم الرب ستحترق الأرض والمصنوعات التي عليها بل كما قال بطرس أن العناصر محترقة ستذوب كل الخليقة اللي احنا شايفينها هدية السماء والأرض ستزول لكن هناك خليقة أخرى صنعتها يد الله وهي الكنيسة مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها هذه الكنيسه التي هي صناعه الله هي الكيان الوحيد الباقي الى ابد الابدين بعدما تزول السماء وبعدما تزول الارض بعدما ينتهي المنظور بعدما تنتهي المراكز والمناصب الشيء الوحيد الذي سيظل لامعا وفي مجد الى ابد الابدين هو الكنيسه واسمحوا لي ان ابتدي بهذه المقدمه عشان اقول عبثا نستغنى عن الشيء الوحيد الباقي ونبحث عن اشياء فانيه زائله وعبثا نحاول التحقير من الشيء الوحيد الباقي جسد المسيح ونلهث وراء اشياء فانيه الناس اللي ادت ظهرها لمعنى كلمة كنيسة واحتقرت كنيسة الله غاب عن عينيها ان الكنيسة موجودة الى جميع اجيال دهر الدهور، فيقول بولس له المجد في الكنيسة لغاية امتى يا بولس؟ يقول الى جميع اجيال دهر الدهور. بدأنا بالامس كلام عن ما هي الكنيسة وزي ما قلنا لحضراتكم بالامس قلنا خط سير الدراسة هيمشي ازاي. تكلمنا بالامس عن ما هي الكنيسة وقلنا الكنيسة ماذا ولماذا ما هي الكنيسة ولماذا وجدت على الارض. واليوم سنتكلم عن الكنيسة باعتبارها جسد جسد المسيح. وغدا سنتكلم عن الكنيسة باعتبارها بيت الله. وغدا مساء سنتكلم عن الكنيسة بين الانحدار وبين الانتصار. ثم سنختم كلامنا بنعمة الرب في ختام المؤتمر عن الكنيسة والمجد في الأبدية ما هو مآل الكنيسة هو المجد إلى جميع أجيال دهر الدهور أحب أراجع معاكم الأنبار عن الكنيسة ماذا ولماذا وقلنا أن الكنيسة هي كيان وجد في هذا العالم نتيجة موت وصعود ونزول الروح القدس مات المسيح وصعد المسيح وارسل الروح القدس امتى يوم الخمسين لكي تتكون الكنيسه على الارض كان يلزم ان انسان يصعد ويجلس في عرش الله واقنوم الهي ينزل الى الارض ويسكن في الارض يعني ما اقدرش اقول ان الكنيسه كانت قبل يوم الخمسين لا ما كانش في كنيسه قبل يوم الخمسين بولس يقول عن الكنيسه في افسس 3 انه سر باعلان قد عرفني بالسر، ما هو السر يا بولس؟ يقول السر هو اتحاد الكنيسه بالمسيح، هذا السر في اجيال اخر لم يعرف به بنو البشر، فالكنيسه كانت سرا ولم يعلن في العهد القديم اعلن لخادم الكنيسه وخادم الكنيسه ده واحد اسمه بولس. بولس هو الرسول الوحيد اللي اخذ اعلان الكنيسه جسد المسيح وهو الوحيد اللي يتقال عنه انه خادم الانجيل الانجيل اللي بيبشر بالسر وهو خادم الكنيسه فبولس قال لنا ان الكنيسه كانت سرا في اجيال اخر لم يعرف به بان البشر كيف تكونت الكنيسه؟ تكونت الكنيسه بعدما مات المسيح بعدما قام المسيح بعدما صعد المسيح بعدما نزل الروح القدس يوم الخمسين ليه قبل يوم الخمسين بيوم ما كانش فيه كنيسة كان فيه مؤمنين بس فرادة كان فيه خمسمية لغاية ما المسيح مات وقام مؤمنين به في الجليل قال عنهم بولس أكثرهم باق إلى الآن أي وقت كتابة الرسالة قبل يوم الخمسين كان فيه مؤمنين فرادة بس ما أقدرش أقول عنهم كنيسة كان لازم ان عنصر إلهي اقنوم إلهي ينزل من السماء ويجمع المؤمنين الفراضة دول ويعملهم جسد فلما نزل الروح القدس يوم الخمسين راح جمع المؤمنين الفراضة وكون منهم جسدا فتكون الجسد في يوم الخمسين بولس يقول لمؤمني كورنثوس لاننا جميعا بروح واحد اعتمدنا الى جسد واحد الكنيسه هي جسد المسيح تكونت يوم الخمسين ربطت بالراس الذي هو المسيح ومن هنا بدات العلاقه بين الراس وبين الجسد قلنا امبارح ان هناك قصد فالله مثلث الاقانيم الاب والابن والروح القدس الاب يريد ان يرى ابناء والابن يريد ان يرى جسدا وعروسا والروح القدس يريد ان يكون له مسكنا فاكرين الثلاثيه ديت والحقيقه الكنيسه حققت غرض الله الاب الصار المؤمنون اولاد الله فكلنا الان نصرخ بصلاتنا ونقول يا ابا يا ابا الاب الكنيسه بايو ابناء الله فتحقق قصد الله الآب أنه يشوف أبناء لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل وهو آت مش بعبيد لكن بأبناء كثيرين إلى المجد وكما تحقق قصد الله الآب أن يرى أبناء تحقق قصد الإبن أن يرى جسد الإبن عايز جسد الإبن عايز جسد ولم يكن في الإمكان أن يكون له شركة رأس بجسد مع الملائكة فالملائكة خدم ولم يكن في الإمكان أن يكون له شركة رأس مع جسد مع خلائق عجماء لكن كان لابد أن يكون له شركة رأس مع جسد مع ناس حصل فيهم التغيير ونالوا حياة الله فاكرين آدم ما قدرش يقول عظم من عظمي ولحم من لحمي على لبوه واقفه جنبه ولا على فيل واقف جنبه ولا على زرافه واقفه جنبه لانه ببساطه ادم في الحياه الادميه لكن الكائنات الحيه الاخرى فيها حياه حيوانيه لكن بدا يقول عن كيان ان هو جسده لحم من لحم وعظم عن كيان خرج منه وهو حواء والكنيسه خرجت من المسيح فصارت جسد المسيح فالكنيسه فقط هي اللي ينفع يتقال عنها جسد المسيح يبقى الاب كان عنده قصد ان يشوف ابناء والابن كان عنده قصد ان يشوف قولوا معايا جسد لكن الروح القدس كان عنده قصد انه يرى مسكنا والكيان الوحيد على وش الارض اللي ينفع يتقال عنه انه مسكن لله في الروح هو الايه الكنيسة مش مبنى لكن الكنيسة بيت الله الحي عمود الحق وقاعدته هذه الكنيسة اللي هي أولاد الله، ولما أقول أولاد الله يعني بقيوا عيلة. هذه الكنيسة اللي هم أعضاء جسد المسيح، ولما أقول أعضاء جسد المسيح يعني بقيوا جسد. هذه الكنيسة اللي هم مسكن لله في الروح، ولما أقول مسكن لله في الروح يعني هم بيت. وقلنا إمبارح إن الرسول الذي اختص بالكلام عن الكنيسة كبيت الله هو بطرس. والرسول الذي اختص بالكلام عن الكنيسه كجسد المسيح هو؟ فكروني بولس اما بقى الذي تكلم عن الكنيسه عائله الله هو؟ هو يوحنا وانا النهارده بنعمه الرب أتكلم معاكم عن الكنيسه كجسد المسيح ما هو مفهوم الجسد؟ وكيف تكون الجسد؟ وهختم كلامي بايه هي العلاقات بين اعضاء جسد المسيح؟ جسد المسيح المتروك في هذا العالم. ما هو شكل العلاقات بين اعضاء جسد المسيح؟ وما هي علاقة الجسد بالرأس؟ تسمحوا لي نقرأ بعض الأعداد الواردة في رسالة أفسس الأصحاح الأول. نطلع مع بعض لو أمكن رسالة أفسس أصحاح واحد. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله. إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. اذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مصره مشيئته لمدح مجد نعمته التي انعم به علينا في المحبوب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته التي اجزلها لنا بكل حكمه وفطنه اذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الازمنه ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الارض في ذاك الذي فيه ايضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب راي مشيئته عدد 12 مهم جدا لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح الذي فيه ايضا انتم اذ سمعتم كلمه الحق انجيل خلاصكم الذي فيه ايضا اذ امنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده لذلك انا ايضا اذ قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع وبمحبتكم نحو جميع القديسين لا شاكرا لاجلكم ذاكرا اياكم في صلواتي كي يعطيكم اله ربنا يسوع المسيح ابو المجد روح الحكمة والاعلان في معرفته. ارجو ان احنا نقرا الجزء اللي جاي ده مع بعض بصوت واحد. مستنيره عيون اذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين وما هي عظمه قدرته الفائقه نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شده قوته الذي عمله في المسيح اذ اقامه من الاموات واجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رئاسه وسلطان وقوه وسياده وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل ايضا واغضع كل شيء تحت قدميه واياه جعل راسا فوق كل شيء للكنيسه التي هي جسده ملء الذي يملا الكل في الكل. رسالة أفسس هي رسالة التي تتكلم عن الكنيسة بإعتبارها جسد المسيح. أنا قلت مين الرسول من ضمن ثلاث رسل اختص بالكلام عن الكنيسة كجسد بولس. بولس تكلم في رسالة أفسس عن الكنيسة كجسد. كتب لنا الرسالة ديت واحدة من أربع رسائل اسمهم رسائل السجن. طب عشان ناخد فكرة عن الرسائل ديت نقول بولس كتب لنا 14 رسالة نقدر نقسمهم ستة أربعة ثلاثة واحد سهلة ولا صعبة؟ نقولها مع بعض ستة وأربعة وثلاثة وواحد إيه الستة؟ ست رسائل اسمهم رسائل الإرسالية لما أقول رسائل الإرسالية يعني كتبها أثناء رحلاته التبشيرية بدأت بالآتي تسالونيك الأولى تسالونيك الثانية غلطية كورنثوس الأولى كورنثوس الثانية روميا كم رسالة دول؟ ست رسائل اسمهم رسائل الايه الارساليه فسته بعد كده اتسجن في سجن روميا لمده سنتين كتب لنا فيه اربع رسائل اسمها رسائل السجن وهي كولوسي مع افسس مع فيليمون مع فيليبي دول اسمهم رسائل السجن بعد كده كتب لنا ثلاث رسائل اسمهم رسائل الرعويه تيموثاوس الاولى وطيتوس بالترتيب ثم تيموثاوس الثانية يتبقى أن رقم 14 وهي رسالة العبرانيين التي أجمع معظم الشراع على أن كاتبها هو الرسول بولس يبقى نقسم رسائل بولس كالآتي ستة أربعة ثلاثة واحد ستة اسمهم رسائل الإرسالية أربعة اسمهم رسائل السجن ثلاثة اسمهم رسائل رعوية واحدة اسمها رسالة العبرانيين الأربع رسائل اللي جوه السجن اسمها رسائل السجن نقدر نقسمهم إلى قسمين في رسالتين مع بعض اسمهم رسالتي السر أو القصد وهي رسالة أفسس مع كلوسي ودول نقدر نرفع وشنا لفوق ونقول أفسس مع كولوسي بياخدونا لفوق بيتكلموا عن السر واتحاد المسيح بالكنيسة لكن في رسالتين مشغولين برجلين المؤمنين وهي مشي على الأرض اسمهم رسالتي الطريق والمعاملات دي رسالة فيليبي مع مع فيليمون لما أقول رسالتي القصد يعني أفسس مع كلوسي عايزين نقول ما كانش لينا أي دور فيهم أبدا لكن قصد الظهور الأزلي تجاه المسيح أن يكون رأس أنهي رسالة قالت أن المسيح رأس كلوسي وقصد الظهور الأزلي أن تكون الكنيسة جسد أنهي رسالة قالت أن الكنيسة جسد افسس وركزوا معاي علشان المسيح يبقى راس واحنا نبقى جسد ملناش اي دور في القصه دي خالص ده قصد الظهور الايه الازلي لكن تعالوا انزلوا لتحت بقى رجلين المؤمنين وهي ماشيه في الطريق تلاقي في تحريضات وفي توبيخات دي جايه في رساله ايه رساله فيليبي ها رساله فيليبي خيبه تقيله قوي مؤمنين متخانقين مع بعض ده القصد الازلي ولا ظروف الطريق لا ظروف الطريق رسالة فيليبي منتفخين على بعض ده القصد الأزلي الكنيسة كما يراها الله ولا ظروف الطريق رسالة فيليبي معجبين ببعض اعجاب بأنفسهم معجبين بأنفسهم ويبحثون عن الرياسة والمركزية ده القصد الازلي ولا ظروف الطريق لما تروح للقصد الأزلي يقول لك باركنا بكل بركة روحية ده قصد الازل بقى اذ عرفنا بسر مشيئته لكي نكون لمدح مجده كل ده تبع القصد الايه لكن لما تتكلم بقى عن الواقع العملي في الطريق يقول لك اطلبوا الى افوديه وأطلب الى سنتيخي ان يفتكرا فكرا ده مرتبط بالقصد الازل ولا الطريق الطريق لما يقول افرحوا في الرب كل حين واقولوا ايضا افرحوا يعني جماعه قاعدين فرحانين ولا حزانه والحزانه دول القصد الازلي ولا الطريق فدائما رسائل السجن تنقسم الى هذين القسمين جزء الفوق وجزء مرتبط بالرجلين وهي ماشيه في الطريق اللي انا قريت منه دلوقتي ده مرتبط بانه جزء فيهم القصد الازلي فبولس يتكلم في رساله افسس عن قصد الله الازلي للكنيسه ان تكون جسد عشان نسهل على بعض قراءة رسالة أفسوس نقول رسالة أفسس هي عبارة عن ست أصحاحات مقسمة نفسها لقسمين واحد واثنين وثلاثة قسم أربعة وخمسة وستة قسم تاني كم قسم كده واحد واثنين وثلاثة بيتكلم عن مركز الكنيسة في المسيح لكن أربعة وخمسة وستة بيتكلم عن مسؤولية الكنيسة أمام الرب أقول تاني واحد واثنين وثلاثة يتكلم عن مركز الكنيسة في المسيح فالعبارة المتكررة في الثلاث أصحاحات هي كلمة في المسيح في المسيح, في المسيح في المسيح في المسيح في المسيح والسؤال لما يقول لي في المسيح ده امتياز ولا مسؤولية لكن أربعة وخمسة وستة بدأ يكلمنا عن اللي لي عن اللي عليا مسؤوليتنا تجاه كوننا أننا في الرب واكثر كلمة تكررت في اصحاح اربعة وخمسة وستة مش في المسيح لكن في ايه؟ في الرب هو الفرق في فرق بين المسيح والرب؟ لا فيش فرق لا في فرق هو في ولا فيش؟ المسيح هو الرب بس لما يقول لي في المسيح بيتكلمني عن مركزي اللي ماليش دور فيه عشان ابقى في المسيح انا ماليش دور ده اختيار ازلي لكن قل ان المسيح اللي انت فيه ده صار ايضا ربا وسيدا وينبغي أن تراعي القداسة لأنك مرتبط بسيد وبرب. ينبغي أن تراعي القداسة في السلوك وفي العمل وفي الكلام وفي العلاقات وبين أعضاء الجسد الواحد لأننا لنا رب. أصح واحد واثنين وثلاثة تكلم عن امتيازات الكنيسة في المسيح. أصح أربعة وخمسة وستة تكلم عن مسؤوليات الكنيسة أمام من أمام الرب. كثيرا تكررت كلمه في المسيح في الجزء الاول وكثيرا ما تكررت كلمه في الرب في الجزء الثاني اللي انا قريت منه دلوقتي في انهي جزء بقى الاول ولا الثاني في المسيح ولا في الرب في المسيح تكلم بولس مع مؤمني افسس عن الكنيسه كجسد جسد لمين جسد المسيح كيف صارت الكنيسه جسد المسيح انا قلت ان هناك قصد ازلي في قلب الله الاب عايز يلاقي له جسد ولم يكن في الامكان ان يمارس الشركه مع الملائكه لكن كان ينبغي ان يمارس الشركه مع ابناء مخلصين يغتسلوا بدمه وينالوا حياته اللي اسمها الحياه الايه الحياه الابديه عشان يتم فينا القول هذه الان عظم من عظام لحم من لحمي بص الكتاب بيقول لان المقدس والمقدسين جميعهم من واحد كيف تكون جسد المسيح عارفين تكون جسد المسيح ازاي الرب في يوم الايام في يوحنا 12 قال ان حبه الحنطه ان لم تقع في الارض وتموت فهي تبقى وحدها لكن ان ماتت تاتي بثمر كثير ذهب المسيح الى الصليب وعندما ذهب المسيح إلى الصليب سكب للموت نفسه وهو بيسكب للموت نفسه ما كانتش الكنيسة جت لكن كان يرى الكنيسة كان يراها فإذ رأى لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن عمل إيه؟ مضى وباع كل ما كان له واشتراها بولس لما بيقول في أفسس خمسة كما أحب المسيح أيضا الكنيسة عمله إيه؟ وأسلم نفسه لأجلها هل كانت الكنيسه موجوده قبل ان يسلم المسيح نفسه كانت في ذهنه كانت في المقاصد الازليه لكنه ذهب الى الصليب وسكب للموت نفسه ولغايه هنا ما كانتش جت الكنيسه وبعدما قام من بين الاموات لسه ما كانتش جت الكنيسه صعد الى السماوات وبرضه لسه ما كانتش جت الكنيسه كان في مؤمنين بس ما كانوش يعملوا جسد ما يعملوش كنيسه لأن معنى كلمة كنيسة لغوياً جماعة إكليسيا مدعوة خارجاً الجماعة دي ما كانتش تكونت كان يلزم لتكوين هذا الجسد أن يأتي الروح القدس من السماء وعندما نزل الروح القدس من السماء يوم الخمسين وعمد المجتمعين في العلية عمدهم إلى جسد واحد فصار المجتمعين في العلية مش كل واحد من بلد وكل واحد من مكان صاروا ايه؟ كنيسه يعني داخلين العليه فراده 120 واحد طلعوا من العليه جماعه وهذا هو الكيان الذي تكون جسد دخلوا العليه كل واحد على راسه طلعوا من العليه جسد له راس في السماء كيف حدث هذا؟ نزل الروح القدس من السماء وانا هركز على الحته ديت ماذا فعل الروح القدس عندما اتى؟ بصوا قال لنا ايه؟ بيقول الذي فيه إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى الروح القدس لما نزل جمع المؤمنين الفراضه وعملهم جسد وعمل فيهم حاجتين بالنسبة لهم بقى ختم وبالنسبة لهم كمان بقى إيه؟ عربون يعني إيه ختم؟ كلمة ختم بتكلمنا عن شيء تم في الماضي وكلمة عربون بتكلمنا عن شيء سيتم في المستقبل يعني كلمة ختم عن شيء تم في الماضي إذا حضرتك بتخلص ورق حكومي ورحت علشان تنجز أي أعمال حكومية أنت مطلوب أنك تعمل بعض الإجراءات توقيع أول وثاني وثالث ورابع إلى أن تحصل في النهاية على إيه؟ الختم الختم ده يقول لك كل اوراقك سليمه، اتفضل انهيت العمل. الله عايز يقول للمؤمنين انتم الان جاهزون ومؤهلون وكاملون ولستم في حاجه الى اي عمل اضافي لكي تصلوا الى السماء، اتفضلوا الايه؟ الختم فعندما سكن فينا الروح القدس وعمدنا الى جسد المسيح بقينا مؤهلين ان احنا نروح السماء. سؤال وارجو ان احنا نرد عليه باخلاص كم واحد من المؤمنين جاهز يروح السماء كم واحد بتقولوا علي كم واحد هل نحتاج الى مزيد من الجهاد والنضوج لكي نصل السماء نحن بمجرد ايماننا بالمسيح وتكوين جسد المسيح وضم الانسان الى جسد المسيح صرنا صرنا مؤهلين يعني لو جه الرب دلوقتي نروح السماء حالا لا مش قبل مش لما يجي الرب ده قبل ما يجي الرب نحن الان جالسون فين جالسون في السماء يبقى المعنى الاول لكلمه ختم ان العمل قد تم واننا الان مؤهلون للذهاب الى السماء المعنى الثاني لكلمه ختم اننا صرنا ملكه زمان كنت اشتري كتب كتير بس اشتري كتاب واحد ياخده وما يرجعهوش ادوخ عليه اتعلمت بعد كده لما اشتري كتاب اعمل ايه اختمه ها عامل اكله شيء اختمه عشان لو تاه او الاخ اخده ويعني داس عليه ضميره وتعبه كل شويه ان هذا الكتاب ليس كتابك لان عليه ختم صاحبه الروح القدس هو ختم علشان يقول ان هذا الكيان الذي تكون في العالم مش ملك العالم لكن ملك الذي ختمه الكنيسة التي هي جسد المسيح بصوا المسيح قال لبطرس ايه على هذه الصخرة يا بطرس مش سأبني كنيستك لا مش كنيسة بطرس <applause> ولا كنيسة بولس ولا كنيسة اي انسان اسمها كنيسة الله التي اقتناها وان كانت ليست كنيسة بطرس فهي ليست كنيسة اي اخ مش بتاع اي حد لا بتاعتي ولا بتاعتك ولا بتاع اي انسان لكن هذا الكيان له رأس واحد هو المسيح وله رب واحد هو الله وله ساكن واحد هو الروح القدس لما نزل الروح القدس راح جمع المؤمنين وعملهم جسد وختمهم نقول مع بعض الختم يعني ايه اكتمال العمل نمرة اتنين الختم يعني ايه ملكية لكن حاجة ثالثة الختم يعني ضمان فاكرين لما الشرير بيلاطس بعدما امر ان يدفن المسيح يقول لنا ختم الايه ختم الحجر فالختم من قيصر حفظ وضمان ان لا, يت... لا... لا... لا تسول نفس احد اليه ان يسرق الجسد الله عندما بررنا وجمعنا الى جسد واحد ختم على الموضوع ده بسكن الروح القدس مين فينا يقدر يطلع من جسد المسيح طب اللي ورا، مين فينا يطلع من جسد المسيح مين فينا بعد ما امن اذا حب يعني كده يقوله خلاص انا مش عاجباني العيشه معاك انا مش هبقى تبعك ده بعد الايمان ها اولا مش هيقدر يقول كده ابدا وما حدش هيقدر يفصلني عن جسد المسيح ابدا وما يقدر يفصلني عن حياتي الابديه في المسيح ابدا عارفين ليه لان القاعده مش انا فين القاعده مين اللي ربطني ومين اللي ربطني الروح القدس اسمه ختم من سيفصلني عن محبة المسيح جسد المسيح مختوم بالروح القدس فصار كاملا صرنا مؤهلين للسماء وصار محفوظا بعمل الروح القدس لكن صرنا ملك لله لكن بعد ما قال لي ختم قال لي خلي بالك الروح القدس كمان اسمه ايه عربون الميراث عربون اه عربون صرنا وارثين وإن كنا أبناء فنحن ورثة ورثة الله ورثونا مع المسيح دي كانت جزئية لازم نقولها عن كيف تكونت الكنيسة تكونت الكنيسة يوم الخمسين وصارت جسدا للمسيح هذا الجسد ربط برأس في السماء نقول مع بعض من هو رأس الجسد قولوها أنتم المسيح عشان كده بيقول لنا ان المسيح اياه جعل راسا فوق كل شيء مش على الكنيسه لكن للكنيسه تفرق حروف الجر تفرق جدا واياه جعل راسا فوق كل شيء للكنيسه التي هي جسده ملء الذي يملا الكل في الكل كأن الله الآب يقول له يا ابني الوحيد يا حبيبي يا من احببتني وأتيت إلى هذا العالم يا من اكرمتني سأعطيك مكافأة عارفين المكافأة دي هي مين؟ قولوها انتوا هي مين؟ الآب حب يكافئ الابن على تقديره لأبيه وعلى إخلاصه لأبيه قال له ما فيش أغلى ولا أنظف ولا أروع ولا أسمى ولا ألمع من الكنيسه هدها لك الابن قال ياه بقى بعد ما عملت كل ده بعد ما جيت من السماء ومت على الصليب في الاخر هتديني شويه خلائق ترابيه تعملها لي هديه؟ عمل كده؟ عارفين الابن قال ايه في يوحنا 17 كانوا لك واعطيتهم لي. هل انت سعيد ايها الرب يسوع بهذه العطيه؟ هل انت سعيد ايها الرب يسوع بهذه العطيه من الاب لك؟ يقول الكنيسه التي هي جسده ملء الذي يملا الكل في الكل كما كان ادم سعيدا عندما فجاه وجد بجواره جسده وهو حواء ايه الاغنيه دي؟ اول اغنيه كتبت في الكتاب اول ترنيمه هذه عظم من عظامي هذه لحم من لحمي هذه تدعى امراه لانها من امرئ على هذا القياس بل اعظم فان المسيح في منتهى السعاده والفرح عندما استلم الكنيسة كهدية كانوا لك وأعطيتهم وأعطيتهم لي صرنا جسد وكلمة جسد أي أنها ارتبطت برأس وأكرر وأقول يا جماعة وهيجي الكلام فيما بعد الجسد ملوش رصين وأي جسد ليه رصين ده عبارة عن عيب إيه خلقي مش خلقي خلقي عيب خلقي يعني حاجة غلط واللي عايز يعمل نفسه راز جنب المسيح بيشوه هذا الجسد. البيت له رب واحد والجسد له راس واحد واستقامة العلاقه الكنسيه عندما ندرك ان هذا الجسد له رب رب واحد عشان كده قال لنا في الرساله ديت ان المسيح راس وان الكنيسه جسد اقرا تاني بعض الاعداد في ذات الأصاح الاول ده لما بيقول لنا مستنير عيون اذهانكم مستنير عيون اذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين عارفين اقول لكم على حاجه المسيح وارث ولا مش وارث ردوا علي وارث ولا مش وارث طب عبرانيين واحد بيقول عنه ايه؟ الذي جعله وارثا لكل شيء. طب اسال السؤال بطريقه اخرى. هو المسيح من حقه يضع يد الملكيه على كل ما في الكون ولا لا؟ حقه ولا مش حقه؟ حقه ليه؟ حقه ليه؟ اولا حقه لانه خلق فهو الخالق ومن حقه ان يمتلك. بس اقول لكم حاجه جديده؟ لما هيجي يورث ها؟ يورث مش هيورث لوحده. لكن هيورث من خلال وكلاء انجاز التعبير اللي هم مين؟ عشان كده بيقول غنى مجد ميراثه في الايه؟ في القديسين مع انه هو الخالق ومات على الصليب واشترى كل العالم كما يقول في امثال ملكوت السماوات في متى 13 اشترى الحقل لاجل الايه؟ الكنز اشترى كل العالم لكن عندما سيرث العالم سيرث العالم من خلال المؤمنين فسيمارس سلطانه على العالم من خلال المؤمنين ليه علشان احنا جسده مش متخيل ابدا ان يوسف قاعد في المركبه الملكيه وكل ارض مصر تسجد له واسنات مش جنبه مش متخيله مش قادر ابلعها ها لكن بكل تاكيد كانت كل ارض مصر تنحني امام يوسف ومين بجواره أسناد جنبه شاركته في المجد فإن الكنيسة هي جسد المسيح وهي وعاء المجد له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور أحب أقول ثلاث كلمات أنا مشيت ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة فاكرين أنا قلت أن الكنيسة مرتبطة بالله الآب والله الإبن والله قولوا معي عشان ما ننساش الله الآب هي أبناء الله أو عائلة الله الله الإبن هي جسده الله الروح القدس هي إيه هي مسكنه وقلت إن الروح القدس سكن في المؤمنين وعمل فيهم حاجة اسمها الختم الختم برضو كلمنا عن ثلاث حاجات حد فاكر اكتمال العمل والضمان والملكية لما أقول أن المسيح جس المسيح رأس وأن الكنيسة جسد ده يحط قدامي ثلاث حاجات بيعملهم الرأس مع الجسد الحقيقه يوحنا بولس في رساله افسس اصح خمسه قال لنا عن علاقه بين الراس والجسد قال لنا ايه؟ قال لنا ان ليس احد يبغض كملوا معايا جسده قط بل يعمل ايه؟ ما هي مسؤولية الرأس تجاه الجسد يقوته ويربيه بس أنا هضيف لها كمان حاجتين أقول إن مسؤولية الرأس تجاه الجسد أولا القيادة ثانيا الإعانة ثالثا الحماية أو الحاجة تاني القيادة والإعانة والحماية كون أن المسيح رأس للجسد فهذا يعني أنه هو الوحيد الذي يقود الجسد يا مؤمنين يا أعضاء جسد المسيح أكرر وأقول الجسد له رأس واحد وهو المسيح والبيت له رب واحد والمسكن له ساكن واحد والمصيبة لو الجسد دور له على راس تاني والكارثة لو واحد من الأعضاء عمل نفسه راس على الجسد وإياه جعله رأسا فوق كل شيء للكنيسة ما هو دور الرأس تجاه الجسد أولا القيادة القيادة آه القيادة والتوجيه القيادة والتوجيه والإرشاد لماذا نعيش وكانه ليس لنا راس يوجهنا لماذا كل واحد فينا يفعل ما يحسن في عينيه لماذا كل واحد فينا يحاول ان يكون هو الراس ولماذا كل واحد فينا يبحث لنفسه عن مركز ان خدمه الاعضاء في جسد واحد كلها رهن اشاره الراس وعندما يفقد التواصل بين الراس وبين العضو حتما سياتي الشلل. عرف الشلل طبيا هو غياب التواصل بين الراس الاشاره اللي جايه من الراس وبين الايه؟ وبين الاعضاء هو ده الشلل. واذا شل عضو وشل عضو اخر فقل على الجسد السلام، لم يتبقى لك جسد. اذا غابت الإشارات الآتية من المسيح الرأس إلى الكنيسة إلى الأعضاء كجسد كل واحد يفعل ما يحسن في عينيه تلاقي الإيد عايزة تعمل حاجة والرجل عايزة تعمل حاجة حصل خلل ما فيش هارموني إن الرأس يوجه إن الرأس يقود والمسيح باعتباره رأس في المجد إحدى أدواره أنه يقود ويوجه هل نأتي مرارا أمام الرب بهذه الروح روح التعلم ونقول له علمني أن أعمل رضاك هل لنا صلوات كأعضاء في جسد المسيح أن نقول له افعل ما يحسن في عينيك وليس ما يحسن في عيني ألم نردد كثيرا كلمات الترنيمة أغضع ذاتي دون عناد وأمل نردد كثيرا كلمات الترنيمة سيدي امتلك حياتي كرسنها لك إن المسيح رأس وهو الذي يوجه وعندما نجمع من حوله في الاجتماع هو الرأس الذي يوجه هو الذي يقول لهذا اذهب فيذهب ولآخر ايتي فيأتي لنا رأس حضرتك في شغلك تقدر تعمل اي حاجه من غير ما تاخد اذن راسك مين راسك اللي في الشغل مديرك هناك سياسه مرسومه لك من صاحب العمل وحضرتك تيجي عشان تنفذ السياسه الذي يضع السياسه هو الراس الذي يضع اللوائح هو الراس الذي يوجهك هو الراس اللي يعملك بلاننج هو الراس لماذا تضع بلان لنفسك ولماذا تحرك نفسك كانه ليس لك رأس؟ إذا غابت الإشارات من الرأس إلى العضو حتما سيشل الجسد. أجزم وأقول إننا في أيام أخيرة أستطيع أن أرى نسبة من الشلل اكتسحت أعضاء كثيرة في الجسد للأسف للأسف جسد طويل عريض لكنه مشلول لم تتحرك اليد لتعمل لم تتحرك الارجل لتتقدم للامام لتنفذ مشيئه الله هناك شلل لم يحدث نمو لكن شلل لماذا الشلل لانه غابت الاشاره الاتيه من الراس ليس لان الراس لا يتكلم ولا يرشد ولا يقود لكن لان العضو استغنى عن الاشاره ولما العضو يستغنى عن الاشاره يعمل نفسه مركز يعمل نفسه مركز عارفين الكانسر بيحصل ازاي ان خليه ها تعمل نفسها مركز تخرج خارج السياق عن باقي خلايا الجسم وبسرعه تعمل نفسها سيستم وتتكاثر تتكاثر تتكاثر بطريقه مختلفه عن الجسم وهنا يحصل الكانسر ايه هي الخطية؟ الاستقلال عن الله. ايه هي خطية اي عضو في جسد المسيح؟ ايه الخطية؟ أن تستقل عن الرأس ولا تخضع لتوجيهات الرأس. كارثة. فالدور الأول من الرأس تجاه الجسد أن يقود الجسد. نمرة اتنين الدور الثاني من الرأس تجاه الجسد أن يحامي عنه. يحامي عنه؟ آه. بيحامي عنه. مين فينا مش بيحامي عن مراته ومين فينا مش بيحامي عن جسده ليس احد يبغض هو انتوا فاكرين المؤمنين في الارض ملطشه ها وكان شاول ينفس تهددا وقتلا لا 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 تعالى تعال عند حدك وانت فاكر يعني الجماعه اللي في الارض الغلابه دول ها اه؟ راس في السماء تعالى اوريك شاول شاول لماذا تضطهدني صعب عليك ان ترفس مناخس اضطهدك اضطهدك ازاي انا عمري ما فكرت اضطهد قوة تعمل فيا كده انا بضطهد جماعة غلابة على الارض اسمهم مسيحيين قال له هم انا وانا هم هم جسدي صعب عليك ان ترفس يا قدسين الكنيسة جسد مرتبط بالرأس الذي يقود ومرتبط بالرأس الذي يحامي يحامي أنت لست وحيدا إن كنت عضو في جسد المسيح أنت لست وحيدا وإن كنا كجسد نشعر بالخوف والهلع تجاه ظروف الزمان الصعبة اعلم من رأسك في السماء رأسك عظيم في السماء فوق كل رياسة وسلطان في صورة رمزية بطرس بدأ يغرق رجله نزلت ركبينه نزلوا حقوينه نزلوا بطنه نزلت كل ده في المية يمكن صدره كمان نزل الوحيدة اللي ما نزلتش تحت المياه هي ايه راسه راس يمكن انا وانتم مغمورين في المياه ويمكن ظروف الحياة الصعبة اللي عاملة زي المية جت وخنقتنا وغرقتنا و... وكل واحد فينا بيدخل في ظروف صعبة ومشاكل ومخنوق بس احب اقولك طول ما الراس فوق المية ما تخافش مين الراس اللي فوق المياه؟ ده مش فوق المية وإياه جعل رأسا فوقه سيد وسيدك اللي هو راسنا فوق جميع السماوات فوق جميع السماوات ان كانوا اتقياء في العهد القديم كانت لهم ثقه بالله وما كانوش في ضوء العهد الجديد وقفوا قدام امبراطور قالوا له لا يلزمنا ان نجيبك عن هذا الامر يا نبوخذ نصر بمنتهى الثقه كان لهم اله حي يدركون انه في صفهم فماذا عنا لنا راس في السماء يقودنا ويحامي عنا انا ما اعرفش ايه درجه الميه اللي دخلت عليك ما اعرفش ايه درجه الميه اللي خنقتك يمكن واحد فينا مخنوق من مياه المرض او مياه الضيق او مياه الظلم او مياه مشاكل الشغل اقول لك راسك في السماء لن تستطع المياه ان تصل اليه فهو فوق كل رياسه وسلطان نقول مع بعض الراس بيعمل ايه يقود والراس يعمل ايه يحمي لكن كمان الرأس يعتني يعتني آه يأكل ليس أحد يبغض جسده قط بل جعان يا عم اقعد قدامه أنها تشبع، ده مسؤول أو يأكلك يأكلك إيه لا تعملوا للطعام البائد سيبك أنت من الرمرامة دي سيبك أنت من الكلام الفارغ ده ما حاجة هتشبعك أبدا غير القعدة معاه وهو كالرأس ملزم وأقولها بكل احترام ملزم ومسؤول أن يهتم بكل أعضاء جسده يا حلاوتك لما تقعد قدام جزء كتابي الناس اللي بره يفتحوه مش شايفين فيه أي حاجة طلاسم لكن انت تاخد باراجراف تقعد قدامه ساعة ساعتين ثلاثة غنى يا عم الغنى ده جالك منين فتح قوة السماء عمال تاكل وتشبع تاكل وتشبع تاكل وتشبع جالك منين الشبع ده من هناك من الرأس الذي هو فوق جميع السماوات، صدقوني بعرف أشخاص بيقعدوا بالساعات مش بيقلبوا الصفحة في الكتاب، مش بيجري لا هو هو الأصح اللي فتحه عمال ياكل فيه ويخطط وياكل ويرجع له تاني وياكل، جاب منين الشبع ده كله؟ عارف جابه منين؟ من الرأس فليس أحد يبغض جسده قط بل يقوته لو أنت عندك حالة من الجوع أعرف إن في مشكلة اتصال بينك وبين الرأس هو جاهز انه يشبع هو جاهز انه يرشد هو جاهز انه يحمي نقول مع بعض تاني الثلاثيه ديت الراس يعمل ايه مع جسده يقوده يعمل ايه مع جسده يحمي يعمل ايه كمان ايه بقى مسؤوليه الجسد تجاه الراس وايه مسؤوليه الجسد تجاه بعضيه تعالوا نقرا جزء من اصحاح اربعه وانا قلت في البدايه ان رساله افسس مكونه من كام اصحاح برافو عليكم مقسومه الى كم قسم قسمين من واحد لثلاثة ومن أربعة من واحد لثلاثة امتيازاتنا من أربعة لستة تعالوا بقى نشوف المسؤولية اللي علينا باعتبارنا أعضاء وجسد في المسيح أعضاء جسد المسيح بص بيقول فصاح أربعة إيه كلام في منتهى الخطورة بيقول مثلا في عدد نقرا من عدد 11، 12 بيقول لاجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح كي لا نكون فيما بعد قولوا معايا أطفالا ما نبقاش شوية عيال ما نبقاش شوية عيال في التصرف وفي المعرفة كي لا نكون فيما بعد أطفالا محمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عملي على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبه فاقول هذا واشهده في الرب. انا قلت في البدايه في المسيح موجوده في انهي جزء؟ واحد واثنين وثلاثه، في الرب موجوده في انهي جزء؟ اربعه اول ما تلاقوه بيقول في رساله افسس في الرب يعني خد بالك ده قدامك سيد قدامك ايه؟ هو راس وينبغي ان يمارس السياده ايضا هو سيد اقول في الرب فاقول هذا وأشهد في الرب ان لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الامم ايضا ببطل ذهنهم اذ هم مظلمو الفكر ومتجنبون عن حياه الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظه قلوبهم الذين اذ هم قد فقدوا الحس اسلموا نفوسهم للدعاره ليعملوا كل نجاسه في الطمع واما انتم يا حبايب واما انتم فلم تتعلموا المسيح هكذا ان كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع ان تخلعوا من جهه التصرف السابق الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور وتتجددوا بروح ذهنكم وتلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق وأنا عايز أركز على الأعداد من 25 لذلك اطرحوا عنكم ده بيتكلم مين الإخوة اللي ورا بيتكلم مين من عارف أنهم مؤمنين باعتبارهم إيه أعضاء في الجسد إنه يذهب الآن لا يتكلم عن الرأس إحنا تكلمنا عن الرأس لكن يتكلم عن الجسد ما هي صورة الجسد ما هي العلاقات داخل أعضاء الجسد الواحد تعالوا نشوف بقى أعضاء الجسد الواحد يعملوا مع بعض إيه بيقول لهم بيقول لهم لذلك اطرحوا عنكم الكذبة وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه اطرحوا الكذب لما تلاقي واحد ما تتبسمش في وشه وانت قلبك مليان بغضة ده اسمه ايه كذب وما تاخدهوش بالحضن وتقول له وحشني بفكر فيك وبصلي علشانك وانت لسه من نص جايب سرته ومتكلم عليه ده اسمه ايه كذب ولما تقول له الرب يباركك اتعزينا من صلاتك وانت جواك مفروس منه ده اسمه ايه كذب علينا ان نمارس الصدق ممارسه الصدق انه عندما يكون هناك شيء بينك وبين اخيك تترك قربانك قدام المذبح وتذهب أولا كمله تصطلح مع أخيك وعندما ترفع يدك في الصلاة ينبغي أن تكون أيدي طاهرة بدون غضب ولا ولا جدال لنكن صادقين ولا نكذب أحدنا على الآخر اللي بعدها بيكمل بيقول إيه وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريب لما تقول له وحشني هل فعلا وحشك لما تقولوا بصلي لك هل فعلا بتصلي علشانه لما تقولوا غبت علينا وتوحشناك هل فعلا كنت هتموت عشان هو مجاش؟ ما جاش ما شفتوش في الاجتماع هل فعلا كانت عندك حيرة وحاسس ان في حاجة غالية مفقودة منك لما جيت الاجتماع وشفت كرسي فاضي بيقعد فيه فلان في اشخاص بيقعدوا في الاجتماع النار بتقيد في جسمهم لما يلاقي كرسي فاضي والتاني فاضي فلان ما جاش وفلان ما جاش وبعد الاجتماع لازم يطمن ما جاش ليه خير حصل ايه بل صادقين تكلموا بالصدق كل واحد مع مع ايه قولوها تاني مع ايه علوا صدقوا مع ايه يعني ايه قريبه اخوه هو ايه اللي بيجمعنا مع بعض ما هو الذي يجمعنا زملاء العمل يجمعهم العمل أصدقاء الشلة تجمعهم مصالح في الشلة أصحاب الصنعة الواحدة تجمعهم الصنعة الواحدة لو في ميتنج عمل ميت واحد قاعدين في قاع فاللي جمعهم نوع معين من العمل لكن اللي جمعنا مع بعض نحن أقرباء يعني أقرباء يعني إخوة أخبروا باسمك يعني اخوه يعني اعضاء في جسد واحد ابناء في عائله واحده ده معنى كلمه اخوه كل واحد مع قريبه احنا اقرباء <applause> احنا اقرباء ممكن نكون مختلفين في العائلات مختلفين في الاوطان والخلفيات لكننا عائله عائله الله وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه لاننا بعضنا اعضاء بعض وارد أن الاعضاء مع بعض يدخل لهم مفسد الجلسات ومفسد الابتسامات ومفسد الافراح، واحد قال عنه الكتاب زارع خصومات بين وارد ولا مش وارد؟ وارد في يوم من الايام يوسف وصى اخوات قال لهم خدوا بالكم وانتوا راجعين ده انتوا اخوه، خدوا بالكم لا تتغاضبوا انتوا مالكوش غير بعض الارض جوع والاعداء حواليكم وانتم راجعين خدوا بالكم من بعض انتم راجعين لا تتغاضبوا في الطريق خليكم حنينين على بعض العالم بيضغطنا ولا مش بيضغطنا العالم قرفنا والعالم ضغطنا والعالم عايز يبلعنا والعالم مضطهدنا كمان هنبقى احنا مع بعض جوه أرفين بعض ومضطهدين بعض وبناكل بعض ونفني بعض ونقتل في بعض لا تتغضبوا في الطريق إنها رحلة وكادت الرحلة أن تنتهي لا تتغضبوا في الطريق وإن وإن دخل الشيطان وأثار غضبا بين أخ وأخ خدوا بالكم لما تغضب اعمل ايه اغضبوا ولا عبر عما في داخلك من غيظ ربما ربما السعة سعة صدرك وطاقتك لا تستوعب أخطاء الآخرين ربما ستضطر أن تعبر عن غضبك لكن وأنت تعبر عن غضبك لا لا تخطئ اجعل حارسا على فمي احفظ باب شفتي يشهد الرب وأقول تسعة فاصل من عشرة من مشاكل الاجتماعات مش تعليم تسعة وتسعين من عشرة من مشاكل الاجتماعات علاقات و99.9 من من مشاكل العلاقات في الاجتماعات هي الأنا هي الذات آه لو كنا نتعلم درس إن كنت أنا السيد والمعلم قد فعلت بكم هذا ففعلوا أنتم أيضا بعضكم والمشهد ده اتقال لما السيد كان عند رجليهم بيغسل لهم رجليهم السيد عند الرجلين آه لما بولس يقول في أعمال عشرين لأني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي أنا زيرو فقالوا علي زي ما يقولوا قالوا في غيابي زي ما يقولوا أنا زيرو أنا ماليش أي وزن أنا ماليش أي قيمة إمتى المشاكل بتيجي لما أنا مش مقتنع إن أنا زيرو إن أنا شوية تراب لا أنا ده, أنا ده أنا ده أنا طب أنا وأنا 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 بقى الجسد لي الفراس وطالما في الف راس الروس بتعمل ايه بتتخام هو لازم يبقى في راس واحد بس في الف فلازم الالف يقتلوا بعض ويخلصوا على بعض عشان يتبقى واحد بس تكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه اغضبوا ولا تخطئوا لا تغرب الشمس على انا لغايه دلوقتي بتكلم عن الجسد هو ده الجسد اعضاء الجسد لا تغرب الشمس على غيظكم ولا تعطوا ابليس. أنا بترعب قدام الآية دي شاهد الله بترعب وكأنه يقول إن غربت الشمس على غيظكم حتمًا فقد أعطيتم إبليس هي تتفهم كده. إن غربت الشمس على غيظكم أنتم قد جعلتم لإبليس مكانا يا دي المصيبة شمس إيه يا عم ده أسبوع وأسبوعين وتلاتة وشهر وشهرين شمس إيه شمس إيه عشان كده ما نستغربش إن إبليس واخد راحته قوي ها قوي ليه مكان ومكانين وليه كرسي والدنيا الدنيا سايحة وأين المسيح وأين سلطان المسيح عارفين المسيح فين في لودوكية برا برا بيقول للكنيسة افتحوا لي انتوا طلعتوني برا ها انا ذا واقف على الباب ده بيقولوها للكنيسة لملاك كنيسة انتوا طلعتوني برا ومن مين اللي جوه اللي جوه اللي جوه اللي انتوا سمحتوا له انه يدخل عارفين سمحتوا له انه يدخل ليه لان كل واحد قال كرامتي كرامتي كل واحد قال انا الاول كل واحد قال يعتذر لي الاول لا تغرب الشمس على غيظكم صفوا صفوا لاجل مجد المسيح اذا عايزين بركه جوه وبره صفوا لاجل مجد المسيح اذا عايزين بركه جوه وبره لا تغرب الشمس على دول سبع لقات عشان نحفظهم في الجزء ده سبع لقات في اصحاح اربعه بيقول لنا لا 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 سبع لقات منهم لا تغرب الشمس على غيظكم بيكمل بعده بيقول ولا تعطوا إبليس مكانا لا يسرق السارق فيما بعد بل بالحرية تعبوا عاملا الصالح يا عم في حاجة اسمها لا يسرق السارق انت زي ما بتقول لي لا يلعب اللاعب ما هو اللاعب شغلانته ايه يلعب طب والسارق شغلانته ايه لا يقول ده كان زمان السارق زمان ما يسرقش زي دلوقتي لكن في شغل هيعمله حضرتك زمان زمان قبل الايمان كنت سارق اه كنت سارق جسدك ما كانش بتاعك ده بتاع ربنا كنت بتسرق وتعمل امورك الشخصيه رجلك ما كانتش بتاعتك بتاع ربنا كنت بتسرق او تروح مشاويرك الشخصيه بعد الايمان عرفت ان جسدك ليه رب ليه سيد فمش هتسرق تاني فقبل ما تعمل حاجه بايدك تقول له يا سيدي يا صاحب الايد اعمل الحاجه دي ولا لا وقبل ما تروح مشوار برجلك تقول له يا سيدي يا راسي يا ليك حق انك تقودني اروح المشوار ده ولا لا وكانه يقول اذا فعلت بيديك قبل ان تستشير الراس واذا ذهبت بقدميك قبل ان تستشير الراس واذا نطقت بفمك قبل ان تستشير الراس فانت تسرق ما ليس لك بقى جسمك بعد الايمان غير جسمك قبل الايمان جسمك ايدك لسانك قلبك عينك بعد الايمان ليه ايه ليه راس ليه رب وهو اللي حقه يستخدمه وهو من حقه يقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه لا يسرق السارق فيما بعد وما يعمل ايه لما السارق مش هيسرق لا يسرق السارق فيما بعد بل بالحرية تعبوا عاملا الصالح يا رب علمنا قولنا بقى يا رب ايه العمل الصالح اللي يرضيك قال كل عمل تعمله بجسمك بس جايه الاشاره منين؟ من فوق. يعني وانت بتصلي ورافع ايديك لفوق والاشاره جايه من فوق ده عمل صالح. وانت بتبكي لاجل النفوس ده عمل صالح. وانت جاي الاجتماع وضابط على جسدك ده عمل صالح. وانت بتخدم خدمه مضنيه لاجل النفوس ولاجل مجد الرب ده عمل ايه؟ ده في ناس بتعرف تستغل جسدها كويس يا جماعه. الرجلين والايدين والصحه والطاقه في ناس عارفه كويس قوي انها ما بقتش بتاعتها لكن بتاعت مين؟ بتاع فشغاله عمل صالح عمل صالح بعد كده قال لنا ايه؟ قال لنا لا تخرج كلمه رديه من افواهكم ده بيكلم مين؟ بيكلم مين؟ ردوا علي اعضاء الجسد الواحد اللي هم مين؟ اللي هم احنا <applause> لما تيجوا تكلموا بعض كونوا لطفاء مع بعض لا تخرج كلمة ردية من ما تعوروش بعض أولا تاني ما تعوروش بعض أوقات الكلام بيبقى أصعب من ضرب النار أوقات الكلام بيبقى زي السكاكين كم من كلمات جرحت وتركت عائلات جرحة وتعثرت كم من كلمات جرحت وتركت شباب في الخارج متعثرين كم من كلمات جرحت وتركت عيونا باكية أياما وكم من كلمات كانت مثل البلسان بصوا السيد انسكبت النعمة على يا رب ادينا الكلام ده ادينا شفتي المسيح انسكبت النعمة له واحدة واحدة ها؟ تمام في الشر تمام في الشر يقولها بالصواب أجبتي يا رب واحدة زي كده يعني ما تكلمهاش خالص الحقيقة ما تكلمهاش خالص. حسنا قلتي بالصواب اجبتي انسكبت النعمة على جايبوله له واحدة ممسوكة في ذات الفعل يقول لها هل ادانك احد ولا انا؟ يا رب علمنا الكلام اللي يطلع من بقنا لا تخرج كلمة ردية من افواهكم لا هزار ولا جد الكلمه اللي تطلع ما تخبطش وتعور الكلمه اللي تطلع لازم تكون للبنيان الكلمه اللي تطلع لازم تبني وتمجد الرب الكلمه اللي تطلع لازم تكبر اخويا وتعالج اخويا وتمسك ايد اخويا وتشجعه لا تخرج كلمه حتى لو اخويا غلطان لما اقوله انت غلطان اهي كلمه توجيه ادانه يا احبائي نتعلم المسيح اننا لم نتعلم المسيح هكذا لا تخرج كلمه رديه من افواهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجه انا تعجبني اول حسب الحاجه دي مين اللي ظابط التايمر انا كل ده بتكلم عن العلاقات مع ايه جسد المسيح حسب الحاجه في واحد بس اللي اتقال عنه في منظور واحد يعطي ثمره في اوقات يا عم تلاقي لك واحد جاي من بره تعبان وجاي بعد غيبه ومستني كلمه تشجيع روح واحد ماسكه من قفاه ما شفناكش يا دينا شهر ها سايب الاجتماعات وسايب الخدمه وسايب العباد يا عم استنى اعرف ظروفه ايه الاول اللي محتاج تشجيع بنوبخه واللي محتاج توبيخ بنشجعه يا رب علمنا الكلمه تيجي في ميعادها في وقتها يعطي ثمره في حسب الحاجه. هل الذي يستمع الى هذه الكلمه الان يحتاج الى توبيخ ام يحتاج الى تشجيع؟ سيدي كان يروح للكتبه والفرسين يقول لهم إيه؟ ويل لكم. لكن يروح للحزانه يقول لهم طوبى لكم ايها الحزان. في ناس عايزه طوبة لكم وفي ناس عايزه ويل لكم واحنا بنعكسها بيبقى الواحد محتاج تشجيع نقول له ويل لك. واحد تاني محتاج نقول له لا يحن لك بس نطبطب ها أه؟ عارفين الطبطبه؟ وعارفين اللي هو اعتقد احنا عندنا مشكله عندنا عطب في التواصل بعضينا مع بعض لا تخرج كلمه رديه من افواهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجه كي يعطي نعمه للسامعين وختم لنا بحاجه بقى قال فاكرين انتوا بقيتوا اخوه امتى؟ يلا فاكرين بقيتوا اخوه امتى؟ مش لما اشتركت على مائدة الرب فكريم بقيته إخوة إمتى لما نزل الروح القدس لما ضمنا إلى جسد واحد فصرنا أقرباء لما بقينا عيلة واحدة فبقينا إخوة ها بقينا إخوة أهو الروح بقى اللي خلاكم إخوة ده الروح اللي جمعكم وبقيتوا أعضاء في جسد المسيح الروح ده حساس اوي 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 اسمه ايه الروح ده الروح القدس لما هو القدس يعني ايه حساس قوي اه الروح ده بيزعل بيحزن جدا ايه اللي بيحزنه اني مش بعرف اوعظ لا 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 مش كده خالص لو مش بتعرف توعظ هيعلمك اني مش بعرف اصلي لا, لا 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 برضو لو مش بتعرف تصلي هيعلمك لان الروح يشفع فينا بايه اني مش بعرف لا 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 الحاجة اللي تحزن الروح القدس البلوى اللي جوه عدم الحكم على الذات الكلمه الردية إذا خرجت تحزن الروح القدس البغضة إذا بغض عضو العضو الآخر يحزن الروح القدس الخصام يحزن الروح القدس كل هذا يحزن الروح القدس سؤال تتابعي تعالوا بقى نقول مع بعض هو مين المسؤول إنه يفرحنا؟ ما تقولوا معايا مين؟ طب لما نزعل الروح القدس هنفرح؟ مين مسؤول عن تعزيتنا في الاجتماع؟ طب لما نزعله هنتعزى؟ مين مسؤول عن قيادتك في امور حياتك اليوميه؟ الروح القدس فالذين ينقادون بروح الله لما تحزنه هتلوش يمين وشمال مش هتعرف تنقاد. اه لا استطيع ان اتخيل الحال اذا حزن الروح القدس. اسحب التيار الكهربائي من هذا المبنى الان وانت تعرف يعني ايه ممكن يحصل لو حزن الروح القدس اذا سحبت التيار الكهربائي الان من هذا المبنى لا في اضاءه ما فيش اي سي ما فيش اسانسير ما فيش اي كل الحياه تتوقف اذا حزن الروح القدس لا تقول لي في تعزيه لا تقول لي في فرح لا تقول لي في سلام لا تقول لي في صلاح لا تقول لي في شهاده لا تقول لي في خدمه بس اقول لك على حاجه ممكن كل ده يحصل بالمجهود الذاتي فممكن نجتمع ونرنم ونخدم ونعمل كل حاجة بس مش قوة الايه وعبثا عبثا نطلب مجد المسيح اذا حزن الروح القدس انا قلت ان الرأس بيقود الجسد يحمي الجسد ويعتني بالجسد وقلت شوية علاقات بين اعضاء الجسد الواحد بس أقول الجسد مسؤوليته تجاه الرأسي انه يخضع للجسد ودي هقولها واختم يخضع للجسد لما الجسد يقول يمين يقول له لما الرأس, الرأس يقول يمين يقول له حاضر، يقول له شمال حاضر، الرأس هو الوحيد اللي يحرك الجسد يخضع للرأس الجسد يحب أعضاءه أحدهما الآخر الجسد يعمل ما هو في صالح النمو ما هو في صالح النمو سمعنا من الفاضل الدكتور زكريا عن النمو اه في نمو وكان الرب يضم كل يوم الى الكنيسه الذين يخلصون الى ان توقف هذا الموضوع بعد عصر الرسل <applause> لا ابدا طول ما في كنيسه على الارض النمو مستمر الى ان ياتي المسيح واذا توقف النمو فهناك عطب هناك فقدان للتواصل بين الاشاره الاتيه من الراس واعضاء الجسد علينا ان نرجع مره اخرى ماذا تريد يا رب ان؟ انت عايزنا نعمل ايه؟ عايزني انا كعضو اعمل ايه مع اللي جنبي؟ وعايزني انا كعضو اعمل ايه بره؟ وعايزنا كجسد نعمل ايه معاك ونعمل ايه مع اللي بره؟ عايزنا نعمل ايه؟ شفتوا وضعنا كجسد حساس ازاي؟ انه امتياز لكن تصاحبه تصاحبه مسؤوليه امين؟ خلونا نحني رؤوسنا ونطلب ان الرب يحرك مشاعرنا وقلوبنا تجاه ما سمعناه صلي انا ما اعرفش انت فين في انهي مرحله من المراحل اللي انا اتكلمت فيها كون ان انت عضو في جسد المسيح في هذا امتياز ليس لك فضل فيه لكن خلي بالك في واحد قريبك قال الكتاب عنه كل واحد مع قريبه في عضو لازق فيك ما هي العلاقة مع العضو هل نعمل جميعا على مصلحة الجسد وهل نخضع جميعا لسيادة الرأس هل نحترم الاشارات الاتيه من الراس القائد وهل نخضع ذواتنا لاشارات القائد هل نمارس المحبه بل صادقين في المحبه هل نحب احدنا الاخر ولا بنمس المحبه هل شطبنا على ذواتنا لكي يتعظم اسم المسيح هل شطبنا على اسمائنا ليكون الرب وحده واسمه وحده هل شطبنا على مراكزنا ليكون المركز الوحيد هو مركز الراس؟ اللي عايز بركه اللي عايز بركه جوه واستخدام خارجي لازم تعرف ان الجسد له راس واحد ولازم تعرف ان الروح القدس حساس جدا ولازم تعرف ان اخوك غالي جدا وان انتوا الاتنين قدام الله بمستوى القياس وان المحبه هي العنصر الوحيد اللي يربط اعضاء الجسد الواحد لا تعطوا إبليس مكانا لا تعطوا إبليس مكانا لا تعطوا إبليس مكانا لا تغرب الشمس على غيظكم لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم خلونا ناخد دقيقة وإحنا بنصلي لغاية ما يجي الفاضل الأخ بهجة يختم معانا بترنيمة صلي ولو ربنا شاور على نقطة جواك ترجمها في صلاة توبة قدام الرب فالتوبة هي بوابة البركة قريب أو بعيد وتتلي في داخلي جميع أصناف الوعيد أشك أن أردها ضعفا بإصرار يزيد وفجأة يحصرني صوت من العُلا يقول: أحببتكم للمنتهى، أحببتكم بلا حدود، وصيتي حب كما أحببتكم بلا حدود. وصيتي: حب كما أحببتكم. هذه هي وصيتي: أن يحب كل واحد أخاه. هذه وصيتي: أن يحب كل واحد أخاه. هذه وصيتي أن يحب كل واحد أخاه عندما يكون حب أو جفاء أو عداء باركوا أحسنوا صلوا كونوا أتقياً أي فضل لصديق قد أحب الأصدقاء، ربي علمني أن أحب من يحبني، ربي دربني أن أحب من يبغضني، ربي علمني أن أحب من يحبني. رب دربني أن أحب من يبغضني ربي عمق في حب الغير انت حبي والرجاء انت حبي والرجاء انت حبي والرجاء, انت حبي والرجاء, انت حبي والرجاء